شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إحدى الصفات التي ينبغي توفرها في كل مؤمن صفة الأمل برحمة الله، في القرآن الكريم هنالك آيات متعددة تتحدث حول الأمل. من جملة هذه الآيات آية تبين أن من الفوارق بين المهتدين وبين الضالين هو الأمل. المهتدي يأمل برحمة الله، والضال لا يأمل برحمة الله. الله تعالى يقول: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هنالك آية أخرى في القرآن الكريم تبين أن الأمل هو الذي يفصل بين المؤمن والكافر. الله تعالى يقول: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المؤمن يأمل بلطف الله. الروح كما يقول بعض العلماء، لعلكم رأيتم الأفراد الذين عندهم تنق، ضيق في التنفس، هذه تمر عليهم حالات صعبة يشعرون فيها بالاختناق، فإذا أخذوا البخاخ وبخوا الأكسجين يشعرون بالراحة. أو ما أعلم أنتم ذهبتم إلى الحمامات القديمة أو ما ذهبتم، في الحمامات القديمة أحياناً الهواء يحتبس والشخص يشعر بحالة اختناق، وربما إذا تدوم هذه الحالة ينتهي إلى الإغماء، يعني واحد يشعر بالدوار ويشعر بأنه يكاد يسقط على الأرض.
فإذا فتح باب الحمام وجاء نسيم لطيف يشعر بالراحة، يشعر بأن روحه عادت إليه. هذا النسيم اللطيف يقال له الروح، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه الحالة تفرق بين المؤمن والكافر. لماذا المؤمن لا ينقطع أمله برحمة الله؟ لأن المؤمن يعتمد على منطق الدين، والكافر يعتمد على منطق العلم. هل هذا يعني أن هنالك تناقضاً وتضاداً بين منطق العلم ومنطق الدين؟ لا، لا يوجد هنالك تضاد، ولكن منطق الدين فوق منطق العلم. العلم ينظر في حدود، مثل واحد تخلوه في غرفة مغلقة تحيط به جدران أربعة، هذا لا يرى ما وراء هذه الجدران. العلم محدود في إطار المادة، في إطار المعادلات المادية، ولكن منطق الدين فوق منطق العلم، لأنه ينظر إلى معادلات أخرى لا يتمكن أن يراها العلم. ولذلك حتى في يوم من الأيام إذا سدت جميع الأبواب الطبيعية من الناحية العلمية، أي أمل ماكو من الناحية الطبيعية، أي أمل ماكو، ولكن المؤمن عنده هذه الحالة أنه ينتظر رحمة الله. أنقل لكم عدة قضايا، لاحظوا هذه القضايا وأنتم الآن في سفرة زيارة ورجاء وأمل. القضية الأولى، رجل تزوج ومرت عليه 7 أعوام أو 8 أعوام وما عنده ذرية. الرجل والمرأة راجعا الأطباء بعد المعالجات المستمرة الممتدة، الأطباء قالوا لا يوجد هنالك أمل، ماكو أمل، والخلل في الرجل والمرأة، الخلل في الجانبين، الإشكال في الجانب، هل يوجد هنالك أمل؟ من الناحية العلمية ماكو هنالك أمل، ولكن المؤمن حتى إذا الأطباء يقولون ماكو أمل عنده أمل. هذه القضية من الكويت. ذهب هذان الزوجان إلى أحد العلماء فأعطاهم قند قرأ عليه حديث الكساء، مكعبات السكر، وأعطاهم تربة سيد الشهداء، وأعطاهم ماء زمزم، وأعطاهم
أكو هنالك ماء يجري بقرب ضريح أبي الفضل العباس صلوات الله عليه من ذلك الماء. الرجل والمرأة تناولا هذه الأشياء المتبركة وما مضت إلا مدة قليلة وإذا بآثار الحمل تظهر على هذه الفتاة، هذه المرأة. وولدت هذه المرأة ثلاثة توائم. هذه المرأة اللي العلم كان يقول ماكو أمل، ولكن الدين يقول أكو أمل. القضية الثانية من العراق وهي أعجب من القضية الأولى، رجل مر على زواجه 28 عام وما عنده أولاد، ما عنده ذرية. تعلمون أن البيت الذي لا يوجد فيها أولاد بيت ميت، بيت ما في حركة، ما في حيوية، ما في روح، وكثيرون يعانون هذه المشكلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم جميعا. بعد 28 عام الأمل لا ينقطع. بعد 28 عام الله تعالى أعطى لهذه المرأة 4 توائم ذكور مرة واحدة بعد 28 عام. القضية الثالثة أعجب من هاتين القضيتين، هاي القضية الثالثة مذكورة في القرآن الكريم. رجل شيخ طاعن في العمر، عمره 100 عام تقريبا، زوجته عمرها حوالي 90 عام وهي عقيم، أكو أمل؟ في منطق المعادلات العلمية بعد ماكو أمل. ولكن شوفوا قلب هذا الشيخ المؤمن، قلب متعلق بالله. الله تعالى يقول إذ نادى ربه نداء خفيا. ليش نداء خفي؟ لعله والله أعلم، لأنه بعد عيب. الآن أنتوا إذا تشوفون شايب عمره 100 عام يقول يا الله أعطني ذرية، المجتمع ما يتقبل مثل هذا الدعاء. ولكن هذا الشيخ المؤمن أمله لا ينقطع بالله. إذ نادى ربه نداء خفية. هذا الدعاء الخفي ماذا كان أثره؟ أثره يحيى. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، نبي عظيم من الأنبياء. لعله إذا ذلك الدعاء الخفي ما كان، لم يكن هنالك يحيى في الوجود. الأمل في قلب المؤمن في مختلف الأوضاع، في مختلف الظروف. ماكو فرق بين القضايا الدنيوية والقضايا الأخروية، حتى في قضايا الآخرة في الأحاديث أكو المؤمن يجب أن يكون راجيا، رجاء عنده. لاحظوا العروة الوثقى في أحكام الأموات، صاحب العروة يقول من أوجب الواجبات أو من أهم الأشياء للمحتضر، هذا اللي يعيش لحظات الاحتضار، من أهم الأشياء له رجاؤه بالله تعالى، الأمل بالله. واحد يفكر أنه يقدم على رب كريم، على رب رحيم.
في المناجات المنظومة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، ومن الضروري علينا أن نحفظ المناجات المنظومة مشحونة بالمعارف. الإمام في هذه المناجات يقول: إلهي لئن عذبتني 1000 حجة، يعني حتى إذا المؤمن والعياذ بالله ألقوا في نار جهنم 1000 عام، من يعلم هذه الأعوام من أعوام الدنيا أو من أعوام الآخرة، حتى في جهنم رجاؤه بالله لا ينقطع. إلهي لئن عذبتني 1000 حجة فحبل رجائي منك لا يتقطع. وفي دعاء كميل اللي يقرأ في ليالي الجمعة الإمام يقول: لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، يعني حتى في جهنم واحد ينبغي أن تكون له، يكون له أمل ويكون له رجاء. هنالك نقطة أخرى تجعل الدعاء والرجاء أقرب إلى القبول وإلى الإجابة، واحد يكون أقرب إلى رحمة الله إلى روح الله. الداعي يجب أن يوسع أفقه، ماكو مانع واحد يطلب حاجاته الشخصية، إحنا الحاجات الشخصية تؤرقنا، هواية تأثر علينا، تلح علينا، تضغط علينا، ماكو مانع واحد يطلب حاجاته الشخصية، هذه حالة جيدة. ولكن أيضا واحد يجب أن يحاول أن يوسع أفقه، أن يفكر في الآخرين أيضا، أن لا يفكر في الدار فقط، الدار ثم الدار، لا. الصديقة الكبرى صلوات الله عليها كانت تقول: الجار ثم الدار. وفي ليلة الجمعة كانت تدعو لجيرانها إلى الفجر. نحن لا نقول الجار ثم الدار، هاي مرتبة عالية، ولكن نقول الجار والدار. هاي الأدعية التي نقرأها لاحظوا فيها رفع لآفاقنا، لفكرنا. إحدى الأدعية المهمة دعاء الندبة، إن شاء الله حاولوا أن تقرأوا دعاء الندبة في كل يوم جمعة، هذا ارتباط منا بإمامنا وولينا إمام زماننا، ارتباط، هاي الرابطة كلش مهمة. دعاء الندبة في كل يوم جمعة. إذا قرأت دعاء الندبة في يوم الجمعة اقرأوا هذا الدعاء بهذه الرؤية، لعله معظم دعاء الندبة، معظم دعاء الندبة واحد يفكر في أفق آخر ويدعو لأفق آخر. لاحظوا هذه المقاطع: أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج؟ يعني أنت دا تفكر في الشأن العام، في إصلاح العالم، لا في حاجة جزئية صغيرة. أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج؟
لاحظوا هذا الأفق الذي يفكر فيه الداعي، أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ لاحظوا الأفق، أنت تفكر في تجديد الفرائض والسنن، لا في مشكلة شخصية صغيرة تعاني منها. أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ لاحظوا مستوى التفكير، مستوى الدعاء، أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاصم شوكة المعتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ إلى آخر الأدعية، لعله 90% من الأدعية الموجودة في دعاء الندبة هذه كلها تفكير ودعاء في الشأن العام. نحن ينبغي علينا أن نظل دائما راجين وآملين، وحتى إذا في وقت من الأوقات سدت جميع الأبواب الطبيعية، أي باب ماكو، ولكن أمل المؤمن برحمة الله يجب أن يكون قائما ووثيقا. أنتم الآن عندما تدخلون حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه، الإمام الرضا له ولاية تكوينية، الإمام الرضا إذا قال للشيء كن بإذن الله يكون. الله تعالى أعطى الولاية التكوينية لأوليائه. إحنا عندما ندخل، عندما ندعو، عندما نطلب حاجاتنا الشخصية والاجتماعية بهذه النظرة، يعني أنت دا تدخل على إمام بيده الكون وبيده كل شيء، وإذا قال للشيء كن يكون. أنا أحياناً كنت أفكر إذا الإمام الرضا كان حياً، إذا الإمام الرضا كان حي ونحن كنا ندخل على الإمام الرضا صلوات الله عليه، كيف كنا ندخل عليه وكيف كنا نطلب منه؟ إحنا كنا نذهب جميع حاجاتنا نضعها بين يدي الإمام ونرجو بكلمة واحدة الإمام يحل جميع هذه المشاكل بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا الإمام الرضا كان حياً كيف كنا ندخل عليه؟ الإمام الرضا لا فرق بين حياته وموته، الإمام الرضا حي، الإمام الرضا مهيمن، الإمام الرضا محيط. كان أحد العلماء الكبار المرجع المعروف السيد البروجردي رحمة الله عليه، هذا كان عنده أخو في مشهد، هذا كان في كل يوم يأتي قبل أن تفتح أبواب الحرم سحر قبل أذان الفجر وينتظر فتح الأبواب، الأبواب بالليل كانت تغلق، وعندما كان يفتح الباب كان أول داخل على الإمام الرضا صلوات الله عليه، في الحار، في البرد، في الشتاء، في الصيف. يقول في يوم من الأيام فكرت أن الإمام الرضا صلوات الله عليه هذه الجموع التي تأتي إليه، الألوف الذين يأتون إليه، كيف يجيبهم الإمام؟ هل يجيب كل مجموعة بجواب واحد أو يجيب الجميع بجواب واحد؟ يقول في يوم من الأيام دخلت أول داخل وإذا بي أشاهد الإمام الرضا صلوات الله عليه في الضريح أو فوق الضريح، عالم المكاشفة،
احنا اذا الذنوب ما كانت تحجب قلوبنا لعلنا كنا نشاهد الامام الرضا صلوات الله عليه. فسلمت على الامام فاجابني ثم قال اننا نجيب سلام زائرين فردا فردا. يعني عناية خاصة الإمام عنده بكل زائر من زواره. إن شاء الله بهذه النظرة، بهذه الرؤية، بهذا الأمل، بهذا الرجاء، ادخلوا حرم الإمام واطلبوا منه جميع الحاجات، الحاجات الشخصية، الحاجات الاجتماعية، الحاجات الدنيوية والحاجات الأخروية. وأنقل لكم هذه القضية أيضا وأختم بها الحديث. العم الشهيد رحمه الله كان في سجون البعثيين، أخذوه إلى الإعدام الليلة الأخيرة، عادة يأخذون السجين للإعدام قبيل الفجر أو عند الفجر، أخذوه إلى الإعدام. بعد أكو أمل؟ بعد ماكو أمل. قالوا له ما هي وصاياك الأخيرة؟ أجلسوه على كرسي الإعدام. عادة يعطون ثلاث إشارات أو ثلاث صفارات، الأولى، الثانية، الثالثة، وبالثالثة يرمون المعتقل بالرصاص. الصفارة الأولى أو الإشارة الأولى، الإشارة الثانية، الآن أنتوا بين الصفارة الأولى والثانية، أكو بعد أمل أو ماكو أمل؟ المؤمن حتى في هذه الحالة عند أمل، عمله لا ينقطع. بين الصفارة الثانية والثالثة وإذا بجرس التلفون يدق. ذهب هذا المكلف بتنفيذ حكم الإعدام وأخذ التلفون وتكلم مع الطرف الآخر، ثم جاء ورفع هذا الغطاء اللي يوضع على رأس المعتقل وقال أجل تنفيذ حكم الإعدام. يعني المؤمن هكذا يجب أن يكون آملا وراجيا ومؤملا فضل الله سبحانه وتعالى وفضل أوليائه. الملايين عبر التاريخ جاءوا إلى مشهد وطلبوا من الإمام الرضا صلوات الله عليه حاجاتهم. كثير من العلماء ألفوا كتبهم في حرم الإمام الرضا. المحدث القمي رحمه الله بعض كتبه يقول أنا أكتبها في حرم الإمام الرضا، يعني كانوا ينالون العناية من الإمام. كثيرون جاءوا إلى مشهد ورجعوا بأيدي مليئة، الملايين عبر التاريخ. إن شاء الله أنتم أيضا تكونون من الذين، ونحن أيضا نكون من الذين تشملكم وتشملنا عناية الإمام الرؤوف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب فالكنز علمك.
الظلام وبين